صباح الخير. صباح الخير. خلينا نستكمل الجزء اللي بنحكي عن عملية تحليل النظام أو دراسة النظام اللي احنا فيه. النقطة الثانية وصلنا آخر شيء إلى المخطط تدفق في المستوى الثاني، المستوى التفصيلي. مسكنا كل بروسيس، كل عملية، وجزأناها لمجموعة من العمليات أو الوظيفة الرئيسية، جزأناها إلى مجموعة من الوظائف. أظهرنا مصادر قواعد البيانات أو مصادر البيانات الموجودة عندنا لازم تظهر، وكمان حركة تدفق البيانات من وإلى، سواء كان مصادر خارجية أو إلى مصادر تخزين البيانات. طبعا خلال هذا المخطط لازم يظهر عندي العناصر الخارجية على النظام، واضح؟ هاي المخططات. طبعا بحاول الحصة الجاي، يعني احنا احتمال نحكي عن موعد للتعديل للبحث اللي حتعملوه او اللي شغالين فيه، بحيث نمدد لكم، لانه حابب اني اوريكم مثال معين تشوفوا عليه. طيب احتمال اعطيكم تجديد شوي للوقت، بس مش كثير، يعني في المقابل انه بدي اوريكم زي هيك مخططات اللي تعرفوا شو بدكم تعملوا عليه. نيجي على النقطة الثانية أو الأداء الثاني عندنا في عملية التحليل، حاجة بنسميها قاموس البيانات. مفهومنا للقاموس زي الفهرس، تمام؟ الفهرس للمصطلحات المستخدمة، الفهرس للعناصر البيانات الموجودة عندنا. الهدف من الموضوع إنه جميع المشاركين في عملية الدراسة بيحكوا بنفس اللغة. يعني مين حكينا المشاركين بالدراسة؟ ممكن الموظف الإداري، ممكن محلل النظام، تمام، ممكن المبرمج اذا كنا نعمل سيستم مبرمج. ففي عندنا عناصر اشخاص مختلفين، ممكن الموردين اذا لهم علاقه في النظام، ممكن الزبائن اذا لهم علاقه في النظام. فكل هاي العناصر والاداريه ممكن بالمستويات المختلفه، طبعا كل هذه العناصر كل واحد بوجهة نظره بعض المصطلحات او بعض المفاهيم، سواء كان عن البضاعه، سواء كان عن العميل أو الزبون، عن ممكن كل واحد يختلف مفهومه عن مفهوم الآخر. كيف بدنا نوحد هذه المفاهيم؟ نستخدم حاجة بنسميها قاموس البيانات. قاموس البيانات بده يحتوي على عناصر البيانات اللي حتتدفق خلال النظام السابق، وهذه العناصر لازم تكون الاسم اللي هون هو نفسه الاسم اللي هون، بالتالي الموظف اللي في المطبخ بيستخدم عناصر بيانات بفهمها زبون، واضح؟ أو زبون بفهمها الموظف الإداري الموجود داخل النظام أو اللي في المخزن أو عملية التخزين في المخزن. عملية تخزينها في قاعدة البيانات بنستخدم نفس المفهوم. كيف بنحصل على هذا الحكي؟ بدنا نعمل قاموس للبيانات. إذا قاموس البيانات إيش هو؟ سجل يحتوي على كافة مفردات البيانات المستخدمة في النظام، مستخدمة في النظام مرتبة ترتيبا هجائيا مع تعريف وصف لكل منها، وبالتالي فهو يحتوي على بيانات حول البيانات. لاحظوا، إذا بده يحتوي على بيانات عن البيانات. ليه؟ لأنه أنا لما بدي أحكي مثلا البيانات الموجودة عندي في النظام، نحكي عن بيانات البيانات حول البيانات، المقصود هون أنه عندي أنا البيانات الموجودة في النظام، اسم الموظف، تاريخ ميلاده، فأنا استخدمت هذه المعلومات أو البيانات عن الشخص، عملتها ضمن معرفة معين، ضمن قاموس. فأنا كأني بعرف البيانات، واضح؟ بعرف البيانات المستخدمة، الحقول المستخدمة عندي في النظام، وبالتالي فيحتوي على بيانات حول البيانات، ويتم تسجيل المعطيات التالية لكل مفرد. طبعا إيش بدي أحتوي في كل مفردات قاموس البيانات؟ شو الأشياء اللي لازم أحتفظ فيها؟ اسم المفردة اللي هو مخزن البيانات اللي نرجع. طبعا بدي اعتمد اعتماد كبير على هذا على هاي النوع من المخططات. ليه؟ لانه انا استخدمت ملف المخزون مثلا. اذا المفردة الرئيسية عندي هون ملف المخزون، ممكن عندي ملف الموردين، ملف الاصناف. فاذا انا بستطيع هون اني اعرف في البداية اسماء الملفات الموجودة عندي، مصادر التخزين الموجودة عندي. في المفردات تحديد الحقول في السجلات، بمعنى عرفت المفردة، عندي ملف المخزون، شو العناصر اللي جواته؟ كمية المخزون، في عندي الصنف،
صح؟ في عندي الكمية، السعر، يعني بمعنى آخر الحقول الموجودة داخله. إذا لو بدي أتخيل القاموس البيانات المتعلق في ملف المخزون، بعمل زي اللي في الأكسس جدول، بحط ملف المخزون وببلش أحط الحقول الموجود فيها. إذا عرفت المفردة وبعدين عرفت الحقول اللي تنتمي لهذه المفردة، واضح؟ إذا في الأخير أنت في النظام تبعك لازم توضح لي إنه شو الحقول. طب منين بجيبهم؟ إذا نذكر شوي اللي درس للامتحان، منين بنجيب هاي المعلومات؟ من مخرجات النظام. فهمنا لمخرجات النظام، مخرجات النظام منين؟ من التقارير، صح؟ من الوثائق الموجودة. بطلع العناصر الموجودة في الفاتورة، الفاتورة مش بعطيني فاتورة، إذا شو بستفيد من الفاتورة؟ الفاتورة فيها اسم المشتري، إذا اسم المشتري معلومة بياني، صح؟ تاريخ الشراء، الصنف، الكمية، السعر، لاحظوا؟ فهاي بتطلع لي المخرجات، إذا هدول كان لازم ندخلهم. إذا هن، طب كيف عملنا عملية الإدخال وعملية التجميع تنحسب ويطلع معي فاتورة؟ هنا البروسيس اللي كنا نحكي عليه أول. طيب من هذا الحكي بفهمني إنه أنا بحتاج إلى أن يكون عندي ملف للمخزون. ملف المخزون شو بده يكون فيه معلومات؟ شو بده يكون فيه بيانات؟ نعرف هاي الشركة اللي احنا بنجيب منها المعلومات، المورد والأصل، يعني مفردات كثيرة، بس أنا القصد إنه لما احنا بنوصف حاليا مش بنحلل في النظام مخزن، بس بقدر ما احنا قاعدين بنصف قاموس البيانات شو لازم يكون. يعني لو كان في عندي في التحليل تبعي عنوان رئيسي قاموس البيانات، وتحت منه حيتكون من واحد ملف المخزن او ملف المخزون، تحت منه الحقول التي تتضمنها حقل كذا وحقل كذا وحقل كذا، كل واحد في نظامه بقدر يسب زي ما هو عاوز. تمام؟ تحديد مصادر المفردات، منين هدول بيجن؟ ممكن بعض المفردات بيجن من أنظمة تانية، من ملفات تانية، ممكن مفردات، لاحظوا تحديث ملف المخزن منين؟ من عملية الاستلام. هون عملية الاستلام، في عندي استلام للطلب في بروسيس، وبنحط ملف الاستلام، نفترض من ملف الاستلام بنحدث ملف المخزون. فإذا في عندنا مصادر للبيانات هاي. نيجي على أين تستخدم، وين بدي أستخدم هذا الملف، ملف المخزون، شو الأشياء اللي هستخدمه فيها؟ هستخدمه في عملية مثلا طلب صنف، في عملية شراء، لأنه بضيف عليه، صح؟ يعني أنا دائما بفكر في المخزون، شو العمليات اللي هتصير على المخزن؟ بدي أشتري، فإذا هذا شو بعمل؟ زيادة في المخزن، صح؟ بدي أبيع، أو إذا كنت أنا بحكي عن زي المؤسسة عندنا، ما في عندنا بيع، عندنا عملية طلب. أنا بدي موظف بدي أطلب كرسي، إذا المخزن شو صار فيه؟ نقص كرسي. ممكن إذا كنا بنحكي عن شركة، أو ممكن طلب صنف موجود فيها إذا كان عن طريق الإنترنت أو كذا، إذا عملية الشراء بتتم، فبالتالي بنقص. إذا شو الحركات، أو وين بستخدم هذه المفردات الموجودة عندي، أو هذه مصادر البيانات الموجودة عندنا؟ تحديث والصيانة، وين أنت بتتحدث؟ العملية اللي بتتحدث فيها، يعني لو أجا واحد حكى لي هون، نرجع، أنا حبيت أجيب هاي عشان ضلنا نرجع لها. هنا ملف المخزون، وين أنت بتتحدث؟ بيصير في عندنا بيانات، لما يصير في عندي استلام لطلب وتنفيذه، صح؟ مش أنا استلمت الطلب، استلمت طلب، أرسلت الطلب هون، وعملت بيانات، أثرت على بيانات المخزن، حدثت الملفات إنه انطلب من عندي صنف معين، إذا هذا الصنف حينقص من المخزن مثلا، واضح؟ فإذا عندي طلب، عند طلب الصنف، فبحكي بتأثر ملف المخزن عند طلب الصنف معين، عند عملية إتلاف مثلا، إذا كنا بنحكي عن إتلاف إنه ملف بضاعة بتتلف بعد فترة فبدنا إتلافها، عملية بيع، عملية شراء إذا كنت بحكي عن توريد أصناف. طبعا ملف المخزون بيختلف عن ملف البضاعة المباعة، بيختلف عن ملف المورد، بيختلف عن ملف الزبائن، كل واحد بتأثر في حركات بيختلف عن الثاني، واضح؟ إذا هاي فكرة القاموس البيانات اللي لازم إحنا يكون عندنا موجود.
بعدين التخزين، إشكال التخزين ممكن نحكي عليها. في بعض الملفات ممكن تتخزن في كمبيوتر، ممكن تتخزن في ملفات عادية، ممكن تتخزن على وحدات مختلفة، على سيدي، على هارد ديسك، ممكن يستخدم الإنترنت في عملية التحديث. طبعا هذا من باب الحماية والصيانة مثلا. فأنت ممكن تحكي عن عملية اللي هو تخزين بيانات. طب إذا من هون يستخدم لتعريف مخازن وتدفقات البيانات الموجودة في مخططها. إذا عمليا قاموس البيانات الفائدة منه توصيف تدفق البيانات الموجودة في مخطط تدفق. إذا بدنا نعتمد على مين؟ بدنا نعتمد على مخططات التدفق. إذا أنت في الأصل بعد ما أنا أنشأت أول شيء المخطط البيئي اللي حكينا عليه، عبارة عن دائرة بحكي عن النظام والعناصر الخارجية، بعدين مخطط تفصيلي بالمستوى الصفري نسميه ليفل زيرو، مستوى الصفري. المستوى الصفري بنبدأ بتوصيف العملية الرئيسية للنظام، بعدين كيف بتتم من غير ما يكون عندي مصادر قواعد بيانات، مصادر البيانات. بعدين ندخل على المستوى الثالث اللي هو المستوى التفصيلي، اللي هو في مستوى واحد واثنين وثلاثة اللي احنا اصلا حكينا عليه هون. هذا مستوى تفصيلي لانه بنحكي عن المهمة اللي كانت صفر، السلايد هذيك القبل كانت صفر رئيسية اللي بتحتوي كل هدول البروسيس، صار تقسمت الى مجموعة. حكينا اذا تتذكروا الحصة اللي فاتت انه هاي ممكن اعملها الى قسمين، عملية استلام وعملية طلب اذا كنت في اشي كبير. فتكون واحد 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 اثنين، واحكي اذا بتتفرع العملية بهذا الشكل. طبعا بعدها بدي امشي على قاموس البيانات. وين انا مصادر البيانات اللي عندي؟ وين بخزنهم؟ هذا هو عبارة عن الملف. بعدها بدي احكي وين انت بتحدث، مين حيستفيد منه، كيف عملية التخزين تبعته، زي ما شو العناصر اللي بتكون منها. هذا اذا الركيزة تبعتي وين عشان اطلع قاموس البيانات؟ برتكز على ايش؟ بتطلع على ايش؟ مخطط تدفق البيانات. اذا هو الركيزة تبعتي، واضح؟ هل يشترط انه يكون آلي؟ لا، ممكن يكون آلي باستخدام برامج تدعم عملية انك تعمل قاموس بيانات، او مثلا زي الاكسس. انت عمليا لما بتيجي بتعمل اللي بتحط الحقول اذا بتتذكروا، نوع الحقل في الاكسس بالاكسل. طيب بالاكسس، خلينا احنا مش هنناقش هذا الموضوع. بالاكسس انا عندي الجداول وبحط اسم الحقل ونوعه وهي التفاصيل. لما بدي اشوف هذه الصوره اللي هي بتعكس لي مفرده من مفردات قاموس البيانات اذا كنت بستخدم آلي، او زي ما هو مطلوب منا ممكن يكون على شكل جدول معمول على الوورد وانت تدخله بشكل يدوي او كتابي، حتى ممكن انت تكتب كتابي نفسه. قواعد صياغه تسميه قاموس البيانات، التسميه اللي فيها في قاموس البيانات، يعني كيف بدي اسمي الحقول او بدي اسمي الجداول اذا بدنا نسميها جداول مفردات العلم. واحد، استخدام اسماء ذات دلاله واضحه وفريده غير مكرره. يعني دائما حاول، طبعا في كل الكمبيوتر دائما لما بدك تسمي اسمي اسم له معنى. دائما يعني مثلا حتى على مستوى الوورد، على مستوى الاكسل، اي برنامج انت بتشتغله لما بتخزن ملفك لازم تسميه بشيء تفهمه له معنى، ولازم ما يتكررش لانه احنا بنحكي على نفس المكان، صح؟ فملف الطالب هو ملف الطالب، او احنا طبعا نعمل ملف الطلاب انه جمع بنستخدم، تمام؟ فاذا حاول دائما استخدم مثلا ملف الطلاب، ما بجي بعمل ملف ثاني وبكتب جدول الطلاب اذا بحكي على نفس الموضوع، نفس المعنى، تمام؟ فبحاول انه اميز بينهم بمعنى، واستخدم ثابت. يعني مثلا حكيت ملف الطالب، ملف كذا، ملف استخدم جدول او ما بصيرش انه ملف مره وجدول مره. حاول استخدم قاعده معينه. ممكن ان اكون على سبيل المثال في بعض الملفات اعملها بادئه، يعني اجي اسمي مثلا الملف اذا بنحكي عن انجليزي بحكي مثلا اف ال 1 مثلا، هذول مجموعه الملفات من مستوى معين بيخدموا نقول المستوى الاداري، فبعدين بكتب الاسم. ممكن المستوى الثاني طبعا كلهم اف ال 1 وبحط الاسم، ممكن اف ال 2 واحط الاسم، فيصير عندي سيستم قاعده.
زي كانه اجي احكي على طلاب الدبلوم او طلاب الدبلوم بدي اجي احكي تبعون الاتمته ببدا مثلا رقمهم بحرف A تبعون الكمبيوتر بحرف C وبعدين الرقم. فانا عملت قاعده صح. فانت ممكن في عندنا كمان استخدام اسماء رديفه اذا دعت الحاجه. شو المقصود باسماء رديفه؟ يعني اسم بديل اسم بديل. وهذا بيفيدني وينتا. نفترض انه في بعض الاسماء الها يعني الصنف معين. نفترض الزبون له اكثر من اسم. عندنا في مثلا في الاداره العليا مثلا بسميه المورد. اسف بنحكي عن المورد. بنحكي عن مثلا المورد هذا اللي بيجيب لنا او اسف الزبون. الزبون في الإدارة العليا بسميه زبون. في شؤون الموظفين بسموه عميل. طبعا هنا بلازم نحط في التعريف انه جدول مثلا الزبائن. تمام. بعدها شوي الخط بعدها يساوي وبنكتب الاسم عميل مثلا مشتري مثلا. شو كمان ممكن نعطي اسم لا جدول الزبون مثلا. لاحظوا بغض النظر يعني هي اسمين بديلات صح. مستهلك. المستهلك. فاحنا طول الوقت ممكن نسميه عدة اسماء. هسا ليش بحط هذه الاسماء؟ عشان بكرة لو واحد اجى اعطاني اسم معين مش هذا حكينا هو مرجع هو الفهرس تبعي. هو نفسه جدول الزبون. ما في داعي ان واحد تاني ليه هذا الحكي بيعمل تثبيت وبكره كمان المبرمج بيصير ما عندوش عمليه ارباك. ليه لو اجى واحد حكى لي المشتري طب انا بحكي عن زبون بيحكي لي انا ما عملتش جدول المشتري صح. وبده يصير بدنا نعمل لك جدول المشتري ونحط لك بيانات المشتري. طب ما هو انت عامل زبون. فاحنا دائما بده يكون عندنا ثبات في الاسامي. لازم نعرف الاسامي المشتركه ونحطهم باسامي بديله. اذا وين بحطهم؟ في تعريف اسم الجدول لازم نحط الاسماء البديله مع التعريف. واضح؟ هاي نقطه مهمه لازم. استخدام اسماء مركبه للدلاله على مجموعه عناصر بيانات بدل من سرد اسماء هذه العناصر. يعني بدك تيجي تحط مثلا مثلا ملف نفترض على سبيل المثال ملف الحالة الاجتماعية. فحكينا الحالة الاجتماعية كاسم مركب اسم مقطعين مثلا. لكن ما في داعي اكتب ملف الزواج والطلاق. اكتب هيك ملف الزواج والطلاق والعزوبية. يعني صار الملف مش منطقي. انت كأنك عارض البيانات واسم طويل. دائما استخدم اسم مركب بعطيك الوصف كافي. تمام. فانت بتحاول تختصر الاسم بيكون ذا معنى. تمام. هاي كيف انا بدي اسمي الاسماء الثانية. في قبل كمان اذا كان انا عندي الاسم مركب كيف باجي بحط مثلا بدي اكتب ملف الزبائن. طبعا اذا كان مكون من مقطعين ممكن تكتب ملف ناقص الزبائن لانه ما بصير تترك فراغ. ما بصير اعمل فراغات. تمام. لازم اكتب النص متواصل. شو بحط بما انه من مقطعين؟ بحط اشاره الناقص بين. ليش ما نحط سبيس؟ هيك معمول اللي عمل الموضوع هيك بده. طبعا مش لانه هيك لانه في الكمبيوتر اصلا بيقبلش سبيس. مش منطق. هسا احنا عشان حتى في البرمجه بحط سبيس لما نحط بنصير نحط اشياء زي هيك فبدناش ندخل في التفاصيل هاي. يعني بس احنا بشكل عام يعني حتى كمان فنيا بنحطش سبيس بنحط بدل سبيس اندرسكور. زي الايميل تبعك. الايميل تبعك الاسم الايميل في سبيسات في فراغات عشان هيك. وضحت؟ اوكي. فنفس العمليه. فاذا لما بدنا نستخدم بهذا الشكل. واضح؟ هاي القواعد كيف انا لازم اسمي. طبعا هاي القواعد كمان ممكن تدخل في قواعد تسمية العناصر اللي جوا الجدول. يعني لما باجي بسمي الملف الحقل
اسم الحقل ممنوع يتكرر، يعني ما بصير اسمي اسم الطالب وارجع على حقل ثاني احكي اسم الطالب، خلص سميه حكيناه صح. فاذا عمليه التكرار ممنوع. اسم الطالب من مقطعين لازم احط ناقص هاي بينهم، اوكي. فان الموجودات بهذا الشكل، يعني حتى على الفراغات اذا بنرجع للاكسس القديم قديم يعني بنلاحظ كان ما يقبل. هسه بالنسخ بعدها اللي تحدثت واليوم انت لما تكتب بالعربي صار يعطيك تعمل فراغات، بس لما تدخل على جوال في البرمجه بعمل اشكاليات عليها لازم تحطها بطريقه معينه. نيجي على الرموز اللي حستخدمها. قبل شوي حكينا عن الالياس الاسم البديل، وانتبهتوا اذا رجعنا شوي شو انا استخدمت، اسف. اها اذا طلعوا هاي رموز بستخدمها. اذا بستخدم اليساوي عند رمز المكافأة، اشي بيساوي شيء. عندي اوا لما يكون عندي عنصرين لازم يكونوا مع بعض. ملاحظات بحط ايش؟ نحط النص بين نجمتين، هاي نجمة هون نجمة هون، وبنكتب الملاحظة بينهم. لا لا، هاي النجمة بعدها ملاحظة بسكرها بالنجمة. الهدف لو افترضنا انه عندنا حقل زي ما كنا نحكي مثلا تاريخ الميلاد، هاي تاريخ الميلاد مثلا، وحطينا نوع وحطينا كل هاي التفاصيل، بدي احكي انه تاريخ الميلاد ممنوع يكون اكبر من كذا، او لازم يكون عمره يتجاوز 17 سنة، فبدي احط انه ملاحظة انه العمر اكبر من 17 سنة، زي مثلا رخصة السواقة مثلا لازم يكون اكبر من 17 سنة تاخذ رخصة، فبالتالي بدي انبه انه كملاحظة. فكيف بكتب الملاحظات بهذا الشكل؟ مكون اختياري شو بحط؟ قوسين. يعني على سبيل المثال عندنا رقم الهاتف، مطلوب نكتب رقم الهاتف، بس واحد حط رقم او رقم هاتف 2، شو يعني هذا الحكي؟ لما عملنا قوسين انه هذا رقم الهاتف اختياري، انا عندي رقم هاتف واحد، رقم هاتف الثاني مش عندي، مش بالضروره يكون عندي، في ناس عندها هاتفين او ثلاثه مثلا، فانا كانه بحكي انه نظام بيسمح انه ندخل لحديد ثلاث ارقام هاتف، بس الرقم الاول ضروري ندخله، الثاني والثالث على كيفك اختياري. فعشان يميز انه اختياري شو حطينا؟ قوسين بهذا الحكي. لاحظ احنا قاعدين بنحكي عن لغه، بحيث انك انت لو اعتبرت انه هذا الملف صار موجود عندك وبتعرف تشتغل على الاكسس كقاعد بيانات، فتحت المجلد او قاموس البيانات وبلشت تقرا فيه، هذا العنصر اختياري بنعمل كذا، هذا اجباري بنعمل انه مطلوب، مر علينا مطلوب في الاكسس، تمام. مكون اي بنحط قوسين، يمكن ان ياخذ قيمه متعدده من واحد الى ان، زي ما نحكي مثلا الحاله الاجتماعيه، عندي حقل اسمه الحاله الاجتماعيه، شو القيم اللي ممكن ياخذها؟ أعزب، متزوج، أرمل، مطلق، صح؟ إذا بأخذ عدة قيم وهو حقل واحد. يعني لما بنحكي عن العمر كم قيمة ممكن يأخذ؟ قيمة واحدة، أنت لك عمر واحد، صح؟ تاريخ ميلاد، اسم، قيمة واحدة، لكن لما بنحكي عن حالة اجتماعية أنت ممكن يكون لك أكثر من خيار. إذا اللي له أكثر من خيار بإيش بنحطه؟ فبنكتب هون الحالة الاجتماعية. وضحت؟ الرموز هاي ليش انا مهمه نعرفها. مكون لا يستخدم فقط مكون واحد من المكونات الوارده في القائمه، تمام. هنا اختيار من متعدد بالضبط، يعني يمكن هنا يكون ادق نعمل الحاله الاجتماعيه تحت، اللي فوق نعطي مثال اكثر انه يكون انا عندي عده خيارين. ذكر لا لا هو اثنين هو لا انا هنا قصدي انه ممكن ناخذ مثال اخر على المكونات. لا
مثلا زي حقل، نفترض انه المساقات الفصل اجباري. لا ايه لا انت لك فصيله واحده يعني. يعني مثلا المساقات المسجله في الفصل الحالي كم مساق؟ يعني لو جينا على حقل هون ادق سمينا مساقات الفصل، شو بدك تكتب؟ أكثر من خيار مع بعض. أكثر من خيار مع بعض، كأنه بنحكي على سبيل المثال بدي أسجل مثلا أنت بملفك ملف الطالب بدي أسجل علاماتك في الفصل الحالي. بدي أكتب علامات الفصل الأول. شو بدي أكتب فيها؟ عربي 50، إنجليزي 80. إذا أنا قاعد بحط كم قيمة؟ أصغر أزيد من قيمة الحقل الواحد. هون أزواج مرتبة ممكن أزواج مرتبة، ممكن قيمة واحدة. أوكي، بس القصد إنك أنت لو اعتبرنا إنه في عندي حقل واحد أنت بتجاوب عليه أكثر من جواب في نفس الواحد. مش أكثر من خيار. أكثر من خيار هون بنيجي على المكون هذا، زي الحال زي ما حكينا الحالة الاجتماعية الجنس، يا هاي يا هاي. يعني يا بتاخذ المكون الأول يا المكون الثاني، حطيناها بين قوسين مربعات. هدول لا، انك ما بدك تاخذ انت يا الاول يا الثاني، انت ممكن تاخذ اثنين ثلاثه مع بعض، اربعه مع بعض. واضح؟ يعني ممكن بالضبط بالضبط. يعني لو حكينا مثلا مواصفات السياره بنحكي اللون، من حيث اللون مثلا عدد الركاب، فبنلاحظ واحد بيحكي بدي لون احمر بسبع ركاب، لون ازرق باربع ركاب، وهكذا. يعني فممكن يكون هاي معلومه واحده. طبعا هذا لا يصف قاعده البيانات بالضبط، لانه في هاي الحاله بالذات، ليش انا الموضوع بهاي الحاله، هذا بقاعده البيانات حينقسم جدول ثاني، حيصير جدول ثاني وياخذ منه. زي انت مثلا نحكي عن البضاعه او الاصناف اللي اشتريتها، حقل الاصناف المشترى، شو اشتريت انت اصناف، فبنحطها بين اقواس بهذا الشكل، انه انا ممكن اكون مشتري اكثر من صنف، مش مشتري هذا او هذا او هذا. واضح؟ الاولى الثانيه اختياري بين عده عناصر الثانيه. الاولى هي عباره عن انك انت في الحقل الواحد بتعبر عن اكثر من عنصر بنفس الوقت. طيب، توصيف انواع تدفق البيانات، كيف بدي اصف تدفقات البيانات؟ اول شيء لازم اصف عناصر البيانات، حكينا اللي هو الحقول، عناصر البيانات لازم نصفها. عناصر البيانات هو ابسط صيغه في القاموس، اللي هو لانه حقل اصغر شيء، اقل شيء انا بدخل فيه بيانات، ويمثل العنصر عاده حقل بيانات واحد، مثل رمز المنتج، اسم الصنف. واضح؟ يحتوي توصيف عناصر البيانات على المعلومات التاليه. اذا لما انا بدي اسمي الحقل وهو أصغر عنصر موجود عندي، إذا لازم أعطيه المواصفات هاي في القاموس. اسم عنصر البيانات، لاحظوا شو سمينا، برودكت اي دي يعني رقم الصنف، شو استخدمنا بالنص؟ لأنه في فراغ، تمام؟ رقم الصنف. الأسماء المستعارة أو الرديفة، يعني الاسم البديل، واحد بسميه برودكت ان او، برودكت نمبر، برودكت سامبل، برودكت كود. فبدي احط الاسماء الرديفه، هي العنصر الثاني. اذا لما بمسك كل حقل، كمان مش بس الجدول اسم الجدول، لما بمسك كل حقل بحط اسماء بديله له. طبعا مين اللي بحدد الاسماء بديله له؟ مش انا بكون قاعد وعلى كيفي، اللي هو عناصر النظام الموجوده بيستخدموا هاي الاسماء ولا لا. اوكي، وصف العنصر مثلا يتكون من 8 حروف. اذا بالاكسس بنلاحظ انه بيجي بحكي لي انه اسم الصنف مكون من 10 احرف، او الباسورد مثلا مكون من 10 احرف، والباسورد لازم ما تظهرش نجم، والباسورد مثلا لازم تكون فيها ارقام وفيها حروف وإشي كابيتال او ممكن رموز خاصه.
لاحظوا أن القائد بعطي شروط، تاريخ الميلاد لازم يكون أكبر من كذا، الرقم لازم يكون في فاصلة عشرية، لازم يسمح لي يكون أرقام دقيقة، لازم فأنا قاعد بحكي عن إيش؟ عن شروط وصف العنصر، لازم أوصفه. وهذا اللي أنت مثلا في امتحان أكسس أو شيء لما بجيب لك جدول بعطيك أنه أضف لي مواصفات على الحقول هاي. تمثل الثلاثة الأولى منها رمز الصنف التي ينتمي إليه، يعني هنا بحكي لي أنا مثلا عندي صنف بدي احكي انه رمزه، الرمز تبع الصنف، رقم الصنف لازم يتكون من 8 حروف، اول 3 هو ايش؟ رمز الصنف، رمز الصنف اللي بينتمي له. يعني لو كان عندي الاسم مثلا، الاسم مثلا نفترض تي شاي انت بتبيع، فانت حاطه ضمن مجموعه مثلا ايه، فبده يكون اول او A00، فالاسم الكلي حيكون A00T. اذا بالضبط 100% تمام. ممكن اول 3 ارقام السنه، بعدين ممكن يكون بعدها رقمين للفصل، وبعدين للكليه، وبالاخير بعطيك رقمك في الداخل الكليه. اذا هذا بنسميه زي باركود، زي الكود الخاص فيك. اذا وصف ممكن، هذا طبعا بيعتمد على النظام اللي عندنا. ممكن زي ما حكينا بدي احدده بعدد احرف، ممكن بدي احدد انه لازم يكون كابيتال، بدي احدد ممكن يكون في شيء سمول بس. مثلا بنلاحظ رقم الهاتف، ممكن احدد انه اول رقمين اللي هو المقدمه محطوطه بين قوسين وبعدين، فانا بدي احدد شكل البيانات. فمن هون المجال، ويقصد به مجال القيم التي يمكن ان ياخذها هذا العنصر. شو القيم اللي ممكن ياخذها؟ يعني لو نيجي نحكي الكمية، شو المجال اللي ممكن تأخذها؟ ممتاز. شو الأرقام صحيحة كسر؟ أرقام سالبة أكيد لا، بس بنحكي عن هل الرقم ممكن يكون صحيح ولا في فاصلة عشرية؟ بصير أحط أي شيء بدي إياه؟ يعني لو جيت مثلا حكينا مثلا عدد السيارات، انا ببيع سيارات، السيارات كميه ملف السيارات، وحكيت مثلا كميه السيارات، شو العدد ممكن يكون صحيح؟ بصير احكي 2.5، مش منطقي. لكن لو حكيت انا مثلا ذهب بالجرام، في رباع ونصاص وكسور، اذا هذا مجال حكيت انه مجال الارقام ممكن تكون من الى العمر. بصير، بس انا بحكي عن العمر، هل في داعي اقول عمره 535210؟ لا مش ما بلزم. ماكسيمم من صفر نقول لحديث 200، خلينا يعني انه زلمه خارق هذا، 200 مثلا. واضح. مكان استخدامه، اسم السجلات والتدفقات المركبه التي يمكن ان تحتوي عليها. اذا هذا الحقل وين حيستخدم؟ في اي عمليات؟ يعني مثلا هذا الحقل او هذا العنصر حيستخدم مع كذا او مع كذا. واضح. نكتفي لهون، يعطيكم العافيه.